بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم نور الحق. النهاردة هنقدم لكم تشكيلة عربيات سوزوكي فان موديل 2019، عربيات فابريكا برة وجوة، بمعنى كلمة فابريكا برة وجوة، وحتة من الممنوعات زي ما احنا بنقدم لكم على طول. هنقدم لكم النهاردة ثلاث عربيات ألوانهم مختلفة، موديل 2019 كسر زيرو، ماشيين في العداد بتاعهم كيلومترات قليلة جداً، وأسعارهم في متناول الجميع. وعلشان ما نطولش على حضراتكم، تعالوا نخش في الموضوع على طول. أول عربية معانا النهاردة موديل 2019، عربية فابريكا برة وجوة، بمعنى كلمة فابريكا برة وجوة، حتة من الممنوعات زي ما احنا بنقدم لكم على طول. الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا سندة بالإيد ولا خربوش ولا خدش ولا الهوا، زيرو. القايم اليمين بالزنب بتاعته بالمضرب بفاصل القايم، فابريكا. القايم الشمال بالزنب بتاعته بالمضرب بفاصل القايم، حتة من الممنوعات، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، أربع فرات كاوتش زيرو، طقم جنوط أندونيسي أصلي، طقم كارتيرات كامل في العربية. العربية موديل 2019 ومفيش لوح إزاز اتغير فيها. عربية موديل 2019 ومفيش مسمار اتحل من مكانتها. المكنة 200%. العربية مرور مدينة نصر وفيها رخصة سنة وماشية في العداد بتاعها 29,000 كيلومتر. من الزيرو وهي مع شخص واحد بس. حتة من الممنوعات، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. الشنطة زي ما احنا شايفين كده سليمة. الجنب الشمال بطقم الزنوط بالكاوتش، بطقم الكارتيرات، بشباك جرار خلفي، مفيش لوحة تتغير من مكانها، مكنة وعفشة وآلات جر 200%. العربية حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات، ماشية في العداد بتاعها 29,000 كيلومتر، سليمة بمعنى كلمة سليمة يعني. تعالوا بقى نبص على الدواخل بتاعة العربية. كسوة جلد للكراسي عمولة، فرش في السقف والجناب وضع الفابريكا، دواسة فرنساوي في الأرضية. ادي العداد بتاعها 29,000 كيلومتر، وحدة سنتر وتسجيل بوصلة USB، سليمة بمعنى كلمة سليمة يعني. المقدم بتاعها 75,000 جنيه بس، نخش بقى على العربية التانية اللي معانا النهاردة. عربية موديل 2019 فابريكا برة وجوة، بمعنى كلمة فابريكا برة وجوة. الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا سندة بالايد ولا خربوش ولا خدش ولا الهوا، زيرو. القايم اليمين بالذنب بتاعته بالمضرب بفاصل القايم، حتة من الممنوعات. القايم الشمال بالذنب بتاعته بالمضرب بفاصل القايم، فابريكا بمعنى كلمة فابريكا يعني. الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، اربع فرات كاوتش زيرو، طقم جنوط اندونيسي اصلي، طقم كارتيرات كامل في العربيه، مفيش لوح ازاز اتغير من مكانه، شباك جرار خلفي زي ما احنا شايفين. سليمه بمعنى كلمه سليمه يعني. الجنب اليمين من ورا حته الجوهره. الشنطه زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا خدش ولا خربوش ولا الهوا. العربيه من الزيرو وهي مع شخص واحد بس. مرور البساتين وفيها رخصة 3 شهور، فيها مكنة وعفشة وآلات جر 200%. ادي الجنب الشمال زي ما احنا شايفين كده. العربية طب له فن ابداع، لا محتاجة كلام ولا محتاجة شرح ولا محتاجة وصف اساسا، سليمة. نبص بقى على الدواخل من جوه. اسمع فتحة الباب، دواسة فرنساوي في الأرضية، كسوة جلد للكراسي بكياسها، فرش في السقف واللجناب وضع الفابريكا. أدي العداد بتاعها
ماشيه كيلومترات قليله جدا، تسجيل بواسطه USB، سنتر وشباك جرار خلفي. العربيه حته من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. موديل 2019 كسر زيرو، المقدم بتاعها 75,000 جنيه بس. تالت عربية معانا النهاردة موديل 2019، عربية فابريكا برا وجوه، بمعنى كلمة فابريكا برا وجوه، حتة من الممنوعات، حتة من الممنوعات زي ما احنا بنقدم لكم على طول. العربية موديل 2019 مرور حدائق القبة وفيها رخصة سنة، ومن الزيرو وهي مع شخص واحد بس، ماشية في العداد بتاعها كيلومترات قليلة جدا، وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. في اربع فرق كوتشي زيرو، طقم جنوت اندونيسي اصلي، فيها دواسة فرنساوي في الارضية، فيها كسوة جلدة للكراسي عمولة، فيها فرش في السقف والجناب عمولة، فيها مكنة ما تحلش منها مسمار واحد، فيها عفشة ولا تجرب حالة، ممتازة جدا. العربية حتة من الممنوعات، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات، من الزيرو وهي مع شخص واحد بس، فيها سنتر وشباك جرار خلفي، كاملة كاملة كل حاجة. موديل 2019 سليمة، سليمة بمعنى كلمة سليمة، يعني كرتونة، كرتونة بمعنى كلمة كرتونة. يعني العربية كاملة كل حاجة، موديل 2019 وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص، وفيها رخصة سنة من الزيرو وهي مع شخص واحد بس. العربية ديك المقدم بتاعها 75,000 جنيه بس، المقدم بتاعها 75,000 جنيه بس. البيع نقدا او بالتقسيط المريح. كان معكم اخوكم نور الحق. ياريت لو في اي استفسار تكتبولنا في التعليقات او تبعتولنا على الواتس، رقم الواتس 0155-34-0900، واحنا ان شاء الله هنرد عليكم على طول. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.